بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله نان نكي بنا لغرن دي لينتل ترسينوب نينها اعتداءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغون حلقة رقم 22 جنيني نا اعتداءنا نتعدي ناو أسون أجنو على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم خلاص كرنا وأخنو وراء سينيقن النبي صلى الله عليه وسلم تي نيني تلاقش قارنو أجنو إن شاء الله. طيب، ولما فشلت قريش ويئسوا ورأوا الإنذار والتحدي والمساومة، أول إنذار سينيه هو لأبو طالب تي أنذار نقول نكود عندو رسم بيلو نابيلو نابيلو نابكونكو نابكونكو ينقل نافعلاني نتيجة نعسلاني تحديد التونه نيدي نهبرن ينقمنو كون كدن الدمبين خلاص انك انت انتهى برودي انت ني دويره كون كرو ينها انا خدم بي ينو ني غير نتيجه نعسلاني مساوات المساومات لتونه ما ينا كلن كون كدو ين ين هنا كنا فرانت ادي ان وليد تادي ما محمد وين ين هنا انت يا كدو بشوف ني ناو نتيجه نعسنس بنسنك أسلوب أريخولي أسلوب اعتداء لخلاص مباشرة تو أو من الدنبي وهبي أربون اعتداءات صلى الله عليه وسلم تلاقر قوسي الأخوة لا قشقان نولهم بارك الله فيكم. ولما فشلت قريش ويئسوا ورأوا أن الإنذار والتحدي والمساومة لم تجدي نفعا بدأوا بالاعتداءات على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وزادوا في تعذيب المسلمين والتنكيل بهم. الدنبي خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم تل كارنا واخنو اعتداء مباشر ني شخصه شخصيا مباشرة تنيل انتينك ان وان يجرد عذاب ناخر نجيبنا ناخر ومقللنا ناخر بجخو بركة سنتك بجخو كدو 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 فاروق ان مقللنا لي خير لو انتنا قوسن جيبونو فرنو. وحيث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معززا محتشما محترما كان معززا عزيز رقوخ محتشم رقوخ شما سمع ديبو محترما فقد تولى إذاءه كبراء قريش ورؤساؤهم ولم يتري على ذلك أذنابهم وعامتهم ان رؤوسنا ان بهليلنا ان زعماء قبائل ان تجار ان رستو ان فجار مجرمين ان رؤساء ارقوا نن يتركنا أن الله خلاه خمارا كنا زعماء جربوا مجرمين فجار يعني محلنا كذبت محلو سنن كذبت اسو سنن انتصارنا في خطة كايا حقد حقي إجرام اسو قريب هم رك مجتمعات لي إن أشكالنا دائما لا قياس القارن لهم سبحان الله ذا يكسر شهر الله سلامه وريق حقد باطل دائما نسنكم باطل دائما باطل لي كايا فرنق حقلي عقسي جربني له قالوا نونز كله ين وضع استقنينر لا تقسقنينر بميتنا ندكا محلنا ندكا ينق سبحان الله نين يخي خير الذي بمدنين الآخرة قدام نحساب سيرنا من المشاق وجهروا المشاق ناصحروا المشاق خير لو انترن لعلو لا خير لو انترن يمكن فضل البالة. أما أن دعفاءنا ومساكين لا قرس النديب جرأ النبي صلى الله عليه وسلم حيبة الرقوق والاحترام الرقوق والاحتشام الرقوق. وكان النفر الذين يؤذونه في بيته أبا لهب والحكم بن أبي العاص نين النبي صلى الله عليه وسلم أزي الرقوق أبو لهب نيخر الدانقن والحكم بن أبي أبو طالب قبول الرقوق والحكم بن أبي الحكم بن أبي العاص بن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي وكانوا جيرانه نين قوارني ورقنه نا وريك نفرنا عن شنقوله. فكان أحدهم يطرح عليه رحم الشات وهي وهو يصلي
ان عبث فنتيرو سي نواتك وسيس عليه سونسك النبي صلى الله عليه وسلم نات مالون دي برغونو نات اسونو دي برغونو وكان يطرحها في برمتها اذا نصبت وكانوا اذا طرحوا عليه ذلك يخرج به على العود فيقف به على بابه ويقول يا ابن عبد المناف اجوار هذا ثم يلقيه في الطريق اجوار هذا اجوار هذا ثم يلقيه في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم ان ورات انتن عبدنا وجوارها بوما وراب دنا كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهوانها بينك انا عبستي انت راسي ني جوار رغنو ني غوسا كان غونين اديون لرغنو ني ترسينيو وكان اميه بن خلف ان اميه بن خلف استق امانن ايت جبر رديبو ابو بكر دي هنا وكان اميه بن خلف اذا راه همز ولمز كذا همزر لمزر همز لمز دي اشاره نابر اخر الى در نابر اخر در نابر نا ندر قال ترى خبر لا انقصر فدر قالير يرب قامزر اسرق لا هون ترن يعني نكون كدن بوتن كدن بوتن ناتن قاسيستو ورنات ترى خبيت ور سخريت ور استهزاء زيتو خبر كل المنافقين نان كخانات لا اخوان تقالا قهاويت لا اخوا قالا مناسبات لو قالا اي المنافقين ام ابي جربوا ان قروس انتنون هابين واجهينو غابنيل اي نفرسي خير القادنا الى الذين هابر اشرنا كل لاقنا بنا كل غلطنا قلنا ادنا بنا همز د قمز دي هذه الدلاله على حقاره افهامهم وضعف ايمانهم وضعف مفاهيمهم وقدرتهم على المواجهه وقدرتهم على استيعاب الحق وعدم التواضع كبر در قرور در عجوب در نيلتون مستهزئين مستخفين اذيتنا بنا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم نالدا نا لا قلنا وانا أمية بن خلف همز القمز يسرقوها النبي صلى الله عليه وسلم قال سنك وكان أمية بن خلف إذا رآه همز ولمز والهمز الطعن والشتم علانية الهمز عندي شتيمة دي سبدي جخنة دي يعني مباشرة أو كسر العينين والغمز بهما واللمز العيب والإغراء نين قلناه نعم يا سنك لدر عن قدر قلير جخنهر استدار استخفافر بميت نهر قدام تتحريدر قدام تترخوا بنار نخير فلانت دوا ما فلانت الفرق منك قدام نان الله والأخو قال خبر داي واسن من كينت كما كان قال كما كان سنان قاسا هولو عربية أجرك فتنة أصيره نين شغل مسايبك نين نين شغلنا وما يا بن خلف نسانا كبرقو نابيني أنس قارنتك وكان أخو أبي بن خلف نيدان نينها ما يقندين أبي بن خلف قن يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد إن عندي العود فرسا عقله كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه نعم سبحان الله حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله عن كويك أجن نهابة 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 نا فرس الشاخون ورانية الشاخون ورانية الشاخون نية الشاخون ما قال يولو رقوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له خلاص الله أكبر حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله بل إن شاء الله كنيتنا السنة وأنا دمي إن شاء الله أمكوريك إن شاء الله إن عليك رضيه بل أنا أقتلك إن شاء الله دمبرنا نقر ونين يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم دي نجارد كودن ولقن ننها بعض ياخدنا أبي بن خلف إن أمي بن خلف سنيدا وقد قتله يوم أحد أحدت المدينة للمدينة المنورة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله معك يعني مواقع قزوات لي نهتو كابينا دي بام نا قزوة أحد وهي تامتر لقن واقعية بطولات وعلاستهم دي بام وهي تاريخنا للتاريخن وريك نفر وريك واجهنهم وهيك بطولات قال استغن ديبا ان شاء الله لا قد ينسر ديبا اما الله سبحانه وتعالى وفق ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى قال النبي صلى الله عليه وسلم حق قصو احد لك كوق للنبي صلى الله عليه وسلم اخذ لك كروقنا بيا ان ابي بن خلف وجاء ابي بن خلف هذا يوم بعظم بال رميم بعظم بال رميم بعظم بعظم مال يعني ناشد ناش بالي دمستان بقديمت انتو
ففته نابي نصره له أقش فتدخل ن الناش إن جابر إن قيستان بق إن فرفر سان بق ترى خبرنا له إن أنت ال أنت أنسكر قال دقيق سنار أبغى تبدي سنار أكو كل ال أقش رميم أخم بحقون أما وجاء أبي بن خلف هذا يوما أبي بن خلف هذا يوما لا قرقة بعض من بال رميم ففته ونفخ في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ناش اندو مستن باقسي نعظم سي نعصول له رميم أخا باقسينها بفاتفات وقول له يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاش لي سيقول له انه أبي بني خلف وجلس عقبة بن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه فبلغ أبيا وكان صديقه فعاتبه وطلب منه أن يدفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل سبحان الله. أما أبو لهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفيقنين إن أبو بن معيد إن دين نجارة رقوهما لا أكرا لا قلق كافية نيدي إن قابني ولد واسوق ما وديق واسر هنا إن تجارة خلا من قلق يقول تفيني ونيقش لي يقول النبي يقول ستفيقنا أبو بن معيد. أما أبو لهب فقد عاداه وآذاه من أول يوم ظهرت فيه الدعوة إلى الله. أما أبو لهب الدين نسيك إن دعوة ظهر ذاك أن كلمة لا إله إلا الله ظهر ذاك تلد تريق أزيتني وكانت في عقد ابنيه وعتبة ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم فقال لهما رأسي ورأسكما حرام إن لم تطلقا بنت محمد وقال زوجته أيضا طلقاهما فإنهما قد سبأتا فطلقهما قال درهما والتاريخون نين يقول لنكو وكانت في عقد ابنيه ليغن يقول لد نابو لهب ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم يقول كهانتين لكم فقال لهما نيقرسي بار اللهم طلق اللهم يقول لهم بار اللهم ننقع محمد رسولي هنا خلاص اسلام نتونق يلا بار اللهم هنا اخوينا ارني سانا كيتيل ابو لهب دي ني اخوينا دي ننقع محمد رودما كفي دانان انت نايد ما دانان رقية ام المؤمنين بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين طبعا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يستوى عفوا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن نسب شريفني رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نرد نخيرد حرم سنوك أبو لهب نيديني إخوين ودوك ودنين نني قرصد وكنا بيني باسيس نخلهم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله أبو لهب ورات لي حلقات نطرق للتوناون لنرى عندي لينتل هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.